السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا من جديد بخوتي وبخواتاتي الأميمات والآباء وكل من جات عينه على قناة سحر الطبيعة، كنقول ليه 100,000 مرحبا. يوم جديد وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله هو بحول الله غنشارك معكم واحد الحيل نقدر نقول عليها بلدية، نقول بلدية ماشي عصرية، وكلكم تبارك الله ولله الحمد كنعرفوا بأننا البلدي ما كاينش في حاله، واخا ندورو تنعياو، ودائما في الأخير كنرجعوا لكل ما هو بلدي وتقليدي. وكيف ما كنقولوا أن الرجوع إلى الأصل فضيلة، غادي نخليكم تكتشفوا كل شيء وتعرفوا على هذه الحية اللي في منتهى الروعة، وأكيد أنا متأكدة غادي تعجبكم الناس البسطاء الشعبيين، غادي تعجبهم إن شاء الله. خليكم معايا بلايكاتكم بدعمكم تعاليقكم المضوبلة، وهنا حبيت نشكر كاع اللي كيشاهدني، كنقول ليه مرحبا، سواء منضم معايا في القناة أولا كيتفرج غير على برا وما منضمش لعائلة سحر الطبيعة، كنقول لكم كاملين شكرا لكم ما عندها حدود. يلا ما نطولش عليكم أكثر، نخليكم تكتشفوا هذه الحية وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. وهنايا البنات كتعرفوا باننا كنبغيو نغطيو شي حاجه في الفران باش ما تحرقش وتكون باقا ما طابتش، يعني كنبغيو نغطيوها باش يرجع ليها الصه ديالها، كنديروا ارق الطبخ. وكتعرفوا بانه يعني تكون شويه كيشد معنا العكس، ملي كتبغي ديري هكا واخا كتبغي تقفلي عليه كيتهز ما كيتشدش مزيان. احسن طريقه اللي ديروها بعينيكم مغمضين هو انكم كتفزقوه. انا غنفزقوه ورجع معكم البنات. ها نتوما البنات شفتوا انا فزقتو، ها هو شوف باقي بماه اللاطه ديالكم، وكتغلفوها راه كتشد بكل سهوله ما كتعذبكم. ها نتوما شفتوا كتلبط وما كتعذبكم حتى شي حاجه. هاي شفتوا بعكس انه كان باقي ناشف ما كانش غادي تشد ليا نهائيا، ما غيزمتهاش. هكذا صافي وديوها للفران ديالكم. كنتمنى يا ربي هاد التدبيره تعجبكم. اي اخت يعني مبتدئه ما كانتش على بالها ضيفها المعلومات، ونمشيو ان شاء الله للتدبيره المواليه. هنا البنات بغيت نقول غير واحد الحاجه على السريع، بما اننا نقولها لبنات المبتدئات، ما تبارك الله المتمكنات راه عارفين هاد القضيه هذه. البنات اللي يلاه كتيتعلموا اكيد ما غيكونوش كيعرفوا هاد المسائل هذه. دابا الوقت ديال السلاوي، كتعرفوا السلاوي تبارك الله كتكون فيها الحلوه كتكون فيها الباسله وكتكون فيها المره. شحال مره كتوقع بانك كتجي كتنقي عادي السلاوي كتنصبي بها، ملي كتجي تاكلي المرقه ما تقدريش الا كتلقاي فيها الطعم ديال المرار. لهذا نصيحه لبنيتات الصغارات، ملي تبارك الله تنجريها هكا وتنقيها ذوقيها. يعني بحال دابا نقول لكم انا باقا ما نقيتهاش، ها نتوما بحال دابا ملي كتحليها مثلا ذوقيها من هنا، هذا اللب هذا ذوقيه، عضي في الفم ديالك الا لقيتيها حلوه داكشي اللي بغينا. لقيتيها باسله راه سبق لي عطيتكم طريقه كيفاش ديروا ليها باش يعني قبل ما كترميوها في الكوكوط ديالكم اولا في الطاجين شنو ديروا ليها باش حيت هي نوعا ما الا كانت باسله راه كتخسر المرقه. شنو ديروا ليها؟ كانت مره راه غير رميها راه غتخسر لك المرقه ديالك وما غياكلها لك حتى شي واحد. المهم هادشي قلتو ما بين قوسين هكا كملاحظه وصافي، ونمشيو ان شاء الله للتدبيره المواليه. وهنا يا البنات بغيت نشارك معكم هذه، سبق لي قلتها لكم شحال هذه، ولكن دائما كنقول لكم تيدخلوا معنا بنات جداد تبارك الله وما يمكنش يكونوا شافوا الحيل كاملين، واصلا دايره هديره تنقول ما فيها بس ندوزها هكا مرور الكرام مع البنات جدادات. شنو هو ان نهار اللي كنكونوا دايرين الصلصه هكا، انا دايره واحد شويه ديال الصلصه ديال البيتزا، انا دائما كتشيط لي مطيشه باش يعني كتكون عندي شويه بزايد باش ما نخليهاش تخسر اولا تبقاها هكاك، كنقبطها كنديرها هكا لاصوص ديال البيتزا بالمسائل ديالها سبق لي شاركتها معكم، وكنفرقها في بلاستيكات وكنديرها في المجمد. نهار اللي كنبغي ندير البيتزا كتجيني الصوص موجوده غير كنجبدها وها هي واجده. ياك شنو كيوقع لينا نهار اللي كنبغيو نحضرو هكا وكنبغيو نخليوها يعني تنشف من داك الماء ديالها وتبدا تغلي؟ هي ملي كتبقى تبقبق بحال هكذا كيبقى يطير داك الرش فيما نقول كلمة بقبق تنعيا صبر راسي ما نضحكش وتنضحك. تحية للجنود اللي معايا من زمان عارفين كلمة بقبق هي دابا ولات هي الكلمة عندنا المعتمدة في القناة، غير كنقولها كيجيوني كمية تعاليق كلهم كيموتوا من هاد الكلمة بالضحك. والله يخليكم ديما ضاحكين يا ربي. وبهذه المناسبه بغيت نغتنم الفرصه وندعي مع الامهات كاملين اللي عندهم الوليدات كيقراو، سواء في اللي عندهم الموحد الباك الكاتريام، الله ينجحهم كاملين يا ربي، ومنهم وليدي وليدات جميع المسلمين يا ربي. يا ربي تفرح قلوبكم بنتائجهم اللي تكون تتحمر الوجه وبشي نقاط اللي زوينه، ويا ربي يا ربي يا ربي تدخل الفرحه لقلوبكم ولبيوتكم ان شاء الله.
يا ربي يا كريم. المهم ملي كتبقى تغلي بحال هكا كيبقى يطير داك الرش، كتعرفوا لاصوص كدير هكا كيطير كيطلع لينا الحيط كيطيح لينا على البوطه، وحنا ما خصناش نغطيوها لانها خصها تبخر، والحاجه ملي كتبغي تبخر خصها تبقى عريانه، هذه حاجه مفروغ منها. شنو كناخذ؟ كتاخذوا كسكاس البنات، تاخذوا كسكاس كتكفيو على ديك الانيه اللي عندكم كوكوت ولا كسرونه ولا شنو كيوقع، داك الرش اللي كيطير كيبقى لكم هنا ما كيطيرش لكم في البوطه وفي الحيط وداك الشيء يرول لكم الدنيا، وفي نفس الوقت هاد الثقوب كتطلع لينا البخار وبهكذا يعني كتبخر، وفي نفس الوقت الرش ما كيطيرش كيبقى لينا هنايا الداخل. ملي غتساليو غتلقاو ان داك الرش كامل هنا. ايوا هذه هي الفكره اللي بغيت نتقاسم معكم، كنتمنى انها تعجبكم، ونمشيو ان شاء الله بحول الله للتدبيره المواليه. هنايا الناس كذلك بغيت نقول لكم واحد الحاجه هكذا كنديرها تفيد بنيتات المبتدئات، وهو نهار اللي كناخذوا مثلا الفلفله وكنشويوها وكنبغيو نقطعوها هكا اشريطه ونديروها فوق شي حاجه، بحال دابا انا هذه غادي نقطعتها هكا وغنديرها هكا اشريطه من الفوق فوق السلاوي، كتواتي مع السلاويه البنات بزاف بزاف. سباق لي درت معكم هالطريقه بالتفصيل، راه كاينه في القناه اللي بغاها يقولها لي نصيفطها لي. من بعد ما قطعت هكا الفلفله اشريطه كندير ليها هنايا شويه ديال الربيع ياك، وكندير واحد طريقه ديال هانتوما الشوق داش ديال الكمون، كتعرفوا بان الفلفله كيتواتى معها الكمون بزاف، وكندير واحد رشيشه خفيفه ديال الابزار، وكندير شي شويه ديال الملح بحال هكا لانها كتكون من الفوق ما تجيش هكا تبقى غير من الفوق باسله، لا كندير ليها هذا الشيء وكنحطها من الفوق غير من الفوق، يعني ما ماشي كتدخل ولا كتبقى غير باينه هكذا، كتجي بنينه كطيب في هاد التوابل ديالها كتجي مبننه اكثر وكتجي زوينه بزاف. المهم هذه قلتها غير البنيتات هكا يجربوها، ماشي غير في السلاوي، يعني بغض النظر سواء بغيتو ديروها في الطاجين هكذا من الفوق اولا دائما شرملوها بحال هكا وعاد ديروها كتجي بنينه اكثر. يا ربي هادشي اللي كنكون كنشارك معكم انه يفيد البنيتات المبتدئات بالاكثريه، لانني انا دائما كنقول لكم في قناتي كنحط المبتدئات في المرتبه الاولى، هما اللي محتاجين لهادشي بزاف بزاف. اما تبارك الله السيدات كبارات راهم هما مدرسه وهما القدوه ديالنا حنايا، الله يخليهم لينا يا ربي ويخليهم حتى فوق راسنا. يلا البنات كنتمنى هادشي يكون تيفيدكم، وبهكذا حبيباتي كل فيديو ديالنا سالا اللي ما سخيتش به كيف ما كنقولها لكم دائما البنات، ما سخيتش به سالي ولكن ما عندي ما ندير. كنتمنى ان كاع الافكار تكون عجبتكم وراقتكم وديروا بها، وخصوصا مع البنات المبتدئات اللي كنقول لهم الله يعطيكم حياه سعيده والله يبيض ايامكم والله يسهل عليكم كل مصعب والله ينجح وليداتنا اللي تابعهم الامتحانات الله يوفقهم يا ربي. سمحوا لي لا طولت عليكم بزاف، وما تنساونيش البنات من لايكاتكم ومن تعاليقكم الغزاله والكلمات ديالكم الطيبه، لا اللي حرمني منكم ومع الف الف سلامه.